خليل، كيف حالك؟ الحمد لله. أحوالك؟ الحمد لله. طبعا أبو خليل من فلسطين، أخونا راح يجي وياه حتى يعرفنا على الحرم الإبراهيمي. نكون مشكورين جدا. تفضل أخونا. إن طبعا هو نحن في بيت سيدنا إبراهيم، هذا قبل 94، سنة 1994 كان كله للمسلمين. أوكي. بعد التاريخ هذا، بعد 94 طبعا صار عندنا مجزرة، هون مجزرة الحرم الإبراهيمي. بعد المجزرة قسموا الحرم الإبراهيمي إلى قسمين. قسمين. المجزرة كانت 94 طبعا الحين احنا في القسم الفلسطيني. قسم الفلسطيني. هون عندنا اربع قبور. اربع قبور. اربع قبور، اربع مقامات. اول مقام بدنا نروح نشوف مقام سيدنا ابراهيم. مقام سيدنا ابراهيم. سيدنا إبراهيم. هذا مقام سيدنا إبراهيم الجانب الفلسطيني طبعا. قسم الإسرائيلي. هون قسم الإسرائيلي. الباب الكبير هذا يقسم. قسم الإسرائيلي. الله يقسم القسم الإسرائيلي. القسم الإبراهيمي مثل الإبراهيمي قسمين. قسمين. بعد بعد المجزرة. بعد المجزرة 94. طبعا بعد المجزرة 94 قسموا القسمين
قسم فلسطيني وقسم إسرائيلي. جميل. سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم إسحاق. مقام سيدنا الإسحاق ابن سيدنا إبراهيم. مقام سيدنا إسحاق. المقام الثاني منبر صلاح الدين الأيوب. منبر صلاح الدين الأيوب. منبر صلاح الدين الأيوب. منبر صلاح الدين الأيوبي. القبر هاي مقام ستنا رفقة زوجة إسحاق. آه. أوكي. زوجة إسحاق. الحين كل هذول مقامات. آه. قبور تحت. تحت. القبور هذول مقام. مقام. القبور من هون تقدر تشوفه. اوكي. تصور قبر سارة. اها. نرجع على القبور. تصور. هسه ابو خليل. مقام ستنا سارة. مقام ستنا سارة زوجة ابراهيم سيدنا ابراهيم. مقام سيدة سارة رضي الله عنها زوجة سيدنا ابراهيم. Thank you.
نشوف القبور. القبور. اوكي. هن مقامات. 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 اوكي. المقبول تحت. اها. الشريف. الشريف. يعني القبور يكون تحت ال تحت المسجد. تحت المسجد. يا ابو خليل تقدر تصور من هون هي قسم الاسرائيل شايف من هون بيطلعوا له. اه